خير استاذ احمد، وكل سنه حضرتك طيب. دايما مساء الخير على كل مشاهديك. النهارده طرحت اللحوم البلدي، لحمه بلدي 58 جنيه، وانا ما شفت هذا الكلام بحيي وبشيد بيكو وبشيد بالوزير، ولكن انا محتاج الكلام ده يوصل لكل الناس بعد اذنكم، يعني لا يكتفي القاهره فقط لا غير. لا انا مش القاهره ولا الجيزه، انا عندي 27 محافظه وعندي القرى والنجوع يا فندم محتاجه اللحمه دي تروح لها. بص يا استاذ احمد، الحقيقه وزاره الزراعه كانت سباقه في الاستجابه لنداء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اي فندم. دكتور عصام فايد وزير الزراعه والصحه الاراضي نص بيضع نصب عينيه محدودي الدخل. اي فندم. النهارده اطلق 35 سياره مهرجان مكبر للحوم البلديه، ليس فقط في القاهره وانما في كل المحافظات. هذه السيارات مبرده لحوم بلديه بسعر 58 جنيه بتصل لكل النجوع والقرى الاكثر احتياجا. ده 35 هتوصل ازاي عندنا يا فندم 40,000 نجع و15,000 قريه، هتوصل ازاي 35 عربيه؟ دي الدفعه الاولى، احنا بنضخ يوميا سيارات. حضرتك احنا بدانا بدي باكوره اماكن الانطلاق النهارده، مكان شغل العربيه انت شايف حضرتك جنبه كبيره. ايوه. ومليئه باللحوم. هايل. واحنا بنقول للناس النهارده انه تاكيد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتور حسام فهد النهارده في تاكيداته وتصريحاته ان محدود الدخل هم الاهم. اي فندم. وهم الاولى بالرعايه. اي فندم. ولابد ان النهارده المنتج ما فيش حاجه اسمها هامش ربح بالنسبه للقطاع الحكومي خالص. احنا في تعاون بيننا. وبين جهاز الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه. وزاره التموين. وان شاء الله هتشوف قريبا الاسعار، ومن دلوقتي الاسعار احنا بنضرب الاسعار وبنضرب جشع التجار وبنضرب المغرضين والمستهدفين لمصر العزيزه والحبيبه. اسمها بتحطموا الاسعار تحطيما. احنا بنحطم الاسعار تحطيما. وخلي بال حضرتك ان احنا فتحنا 5 منافذ في سيناء الغاليه لتخفيف العبء عن المواطن السيناوي. نعم. في الشمال ولا الجنوب. ايوه. هل الوزير مهتم بهذا الموضوع اهتمام شديد جدا؟ النهارده على كل المنتجات. مش بنرخص السعر ونبعد عن الجوده، الجوده النهارده مع الوزير بيؤكد على الجوده. عندنا الهيئه العامه للخدمات البيطريه رقابه صارمه. هايل. عندنا مراقبين جيدين من المعاهد البحثيه. نعم. النهارده حضرتك بتشوف اللحمه وجودتها حاجه على اعلى مستوى، وكان في اقبال شديد جدا. العربيات خلصت، ما فيش ساعتين زمن، وكل هذه اللحوم خلصت وبتضخ كميات يوميا. القطاع كل وزاره الزراعه تعمل كخانة النحل التي لا تهدأ من اجل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن اجل محدود الدخل واسعاد المواطن المصري. يا فندم قول لي دلوقتي انت يعني كل يوم بتنزل عربيات لمكان بعينه ولا هي مره واحده وخلاص يا فندم؟ لا يا فندم. أيوه. لكل مكان في مصر. النهارده في خطه موضوعه. وبالتنسيق مع العربيات اللي بتسير، السيارات اللي بتسير من القوات المسلحه وايضا وزاره التموين. بحيث ان يبقى في عداله في التوزيع. النهارده بتوصل للقرى والنجوع والاماكن العشوائيه، يعني مش قادر اقول العشوائيه، الاماكن النائيه. ايوه. النهارده بنقول ان كله لابد ان يحصل على هذا. حضرتك بتقول لي دلوقتي القوات المسلحه، التموين، الزراعه، مش كده؟ مظبوط. كلنا بنشتغل في هذه المنظومه. في منظومه متناغمه واحده. نعم. طيب انه كام راس شغالين عليها يا فندم تقريبا؟ يا فندم مش كام راس، ده الاف الرؤوس. الالاف. احنا الاف الرؤوس. واحنا بنستهدف حاجه صغيره، احنا بنستهدف شعب مصر. احنا النهارده يعني مباشر يوميا الذبح مستمر سواء في المجازر او المحاجر، وبيتم على طول الضخ في السيارات المبرده يوميا. لا نتوقف على الاطلاق، يعني هي مش حامله بمده مثلا شهر او اسبوع او اسبوعين. ده منذ ان اطلق الدكتور عصام فايد وزير الزراعه والصحه الاراضي هذا المهرجان بعد الاستجابه لنداء سياده الرئيس، وهذه الحمله مستمره في كل قرى مصر. نعم. فتقول لي دلوقتي الشغالين مش هنيجي يوم ما نلاقيهاش. لا يا فندم، شوف سيادتك اهو على الشاشه. فضل. وانا سعيد جدا وبشكر منبرك الاعلامي المحترم النهارده اللي بينقل الحدث في حينه، والناس بتتفرج وبتشوف، واحنا بعتنا الناس كتير جدا في القرى النهارده، والناس سعداء جدا، وهذا مردود كويس جدا النهارده، وسنظل نحطم الاسعار تحطيما باذن الله. 58 جنيه ده سعر كويس؟
يعني ممتاز يا فندم، دي لحمه بلدي. الناس النهارده بتبيعها ب 100 جنيه و110 جنيه التجار بره. ايوه فده احنا النهارده بنقول 58 جنيه يعني اقل من النصف. اقل من 50%. فده حضرتك بتطمني انه ده سعر مقبول جدا. طبعا يا فندم سعر مقبول بالناس وفي اقبال شديد.